الوسواس القهري الديني كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة عبر اتصالات هاتفية أجرتها نورسات مع كل من الدكتور سمير ظواهرة والدكتور عامر المصري، حيث اعتبر الضيفان أن من أسباب الوسواس القهري الديني هو شك الإنسان بإيمانه بربه وشعوره بالخطيئة، ويعود ذلك في الغالب إلى التنشئة الاجتماعية الخاطئة للأفراد منذ الطفولة وعدم التربية الدينية الصحيحة. فإلى هناك الوسواس القهري يعني هي حالات فعلا مرت علينا، سواء كان يعني بشكل عام في العمل أو سواء كانت مع يعني أحبائنا بالكنيسة أو بالناحية الدينية. نعم. يعني هو مصطلح يعني كثير يعني متخصص، الوسواس القهري الديني، لكن بشكل عام لو جينا نقول الوسواس القهري بشكل عام يعني هيك نأخذ نظرة عنه لو سمحتي لي. ياريت. يعني هو يصنف ضمن الأمراض العصابية، الأمراض العصابية، هو من فئة الأمراض العصابية، بحيث أنه يصاب يعني المريض أو الشخص المصاب فيه بالنوع من القلق والتوتر والألم، وتصبح الفكرة المتسلطة عليه مسألة حياة أو موت، رغم اقتناعه بأن سلوكه أو هاي الفكرة بأنها خاطئة وغير طبيعية وغير متسقة مع الواقع، لكنه بيشعر أنه لازم يقوم بهاي الفكرة أو لازم يقوم بهذا السلوك، وإلا يشعر بتهديد داخلي عنيف منه. وسواس القهر الديني هو الوسواس الذي يرتبط بالدوافع الدينية، مرتبط بدوافع دينية معينة. وفي الآونة الأخيرة أثبتت الدراسات أنه في ارتفاع في هذه الجوانب، صار ارتفاع. خلنا أعطيكم مثال، مثلا في نسبة الوسواس القهري الديني من الوساوس القهرية بشكل عام، بشكل عام مش الدينية، وجد أنه من 5% إلى 33% من حالات الوسواس القهري، يعني من 5% إلى 33% نسبة الوسواس القهري الديني من الوسواس القهري الموجود بشكل عام. هذا يعطي مؤشر أنه في ارتفاع. الآن بنقول لنا نقطة أخرى مهمة، ما هو الوسواس القهري الديني؟ يعني الوسواس القهري الديني بشكل مبسط شكل من أشكال الوسواس القهري يشمل بعض الوساوس الدينية والأخلاقية، فالشخص المصاب بهذا الاضطراب يشعر بالقلق بشكل مفرط حيال أي شيء يفكر به، كونه ممكن يكون خطيئة أو مخالف للعقيدة الدينية والأخلاقية. هذا يعني مصدر الشك والريبة عنده، ممكن أي فعل بقوم فيه ممكن يكون مخالف للعقيدة الدينية والأخلاقية. في الغالب يصاحبه انخفاض كبير في الأداء الاجتماعي، طبعا يصاحب انخفاض كبير في الأداء الاجتماعي، وحتى انخفاض كبير في التكيف مع الآخرين، وممكن يأثر على عمله، ممكن يأثر على دراسته إذا بدرس، ممكن يأثر على كل شيء عنده. طبعا يعني بعض العلماء درسوا أو بعض الدراسات أكدت ليش، يعني شو الأسباب اللي بتأدي إلى زي ما حكيناها، يعني رجحوا تكون الجينات والبيئة زي ما تحدثت، أسبابها ممكن يكون عامل وراثي وعامل بيئي، ما بدأ أكرر مرة أخرى. على كل حال الآن في عنا بعد ما عرفنا الوسواس القهري الديني وعرفنا ممكن يكون سبب وراثي وسبب جيني، الآن إيش الأعراض اللي ممكن تصاب بها أو الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص المصاب إنه نتأكد إنه عنده وسواس قهري ديني؟ إن الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري الديني دائما يحاولون أن يتمسكوا بمعايير صارمة تخص الدين والأخلاق، يعني وتشمل القلق الزائد من الكفر وارتكاب المعصية، كذلك القلق حيال التصرفات الأخلاقية والهواجس المتكررة من الذهاب إلى الجحيم. يعني بشكل عام باللخصة الخوف من أن خوف من الموت أولا ومن أن يذهب إلى الجحيم بعد الموت، بالتالي هذا يفرض عليه أن يقوم بسلوكات دينية نمطية متكررة وغير متسقة مع الواقع، وغير متسقة، وهو يعلم أنها غير متسقة ولكنه مجبر القيام بها. الوسواس القهري هو حقيقة يعني أحد الاضطرابات اللي تصنف ضمن اضطراب القلق، فيعني الأساس تبعه هو القلق ناتج عن شيء معمم من الخوف، عشان نوضح الأشياء بصورة أبسط للمستمعين. فإحنا الأساس البيس تبعنا اللي بنبني عليه الاضطراب هو حالة الخوف. الخوف
يصبح مجهول المصدر فيتحول إلى قلق. لما بيتحول لقلق بيبدأ بعد فترة الإنسان يحاول إنه يجد طريقة يتخلص فيها من هذا الكم الهائل من الطاقة، فبيبدأ بارتكاب سلوكات متكررة بهدف التخلص من فكرة الخوف. واضح الصوت؟ نعم واضح. نعم. تمام. فالفكرة الأساسية عندي هي مبنية على الخوف. لما بحدد الموضوع بالوسواس القهري الديني، هو ما يشكل تقريبا 30% من حالات الوسواس القهري بالعالم. يعني الوسواس القهري بالDSM-5 يشكل نسبة 5% من حالات الاضطراب النفسي، 30% من هاي 5% هو من الوسواس القهري الديني. هو منتشر بمختلف الديانات، سواء كانت المسيحية أو الإسلامية أو اليهودية، فهو موجود هذا الاضطراب. الفكرة الأساسية فيه أنه هو طريقة التنشئة الدينية الخاطئة اللي بتعتمد على الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من العقاب، الخوف من جهنم. وبالتالي يعني ما بعرف إذا أبونا بسمعنا، فهذا نعم يعني نعم. أساس التربية الدينية أبونا هو بيعتمد على الأشخاص اللي بيقدموا مثل هاي الخدمة، سواء كان الرهبان أو الراهبات أو التعليم المسيحي بالمدارس. فكل ما كان التركيز، خاصة نحن بنحكي عن الأطفال، كل ما كان التركيز مبني على المحبة، هو أساس الديانة المسيحية، على التسامح، على القدرة، على المغفرة، بيبتعد الإنسان عن الخوف، وبالتالي يصبح يعني ما نذر أنه يصاب بهذا الاضطراب. وكل ما كانت التنشئة الدينية أو التربية الدينية بتعتمد على الخوف أو التسلط، بيبدأ الإنسان يبنى فكرة خاطئة، فبيبدأ يشعر بهذا الخوف، الخوف بيبدأ يتطور عنده بالمراحل، ثم لما يصبح شخص بالغ تصبح في فكرة مسيطرة عليه اللي هي الوسواس القهري، بيعتمد حول فكرة معينة هي الخوف من جهنم، الخوف من العذاب، الخوف من رفض رحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيبدأ يتطور لحالة مرضية. والدكتورة باسمة سألت عن الآثار اللي بيتركها مثل هذا الوسواس. طبعا الآثار عشان أوضح، الخوف بكل بساطة بيتطلب من الإنسان إنه يستعمل المعادن والفيتامينات المخزنة بجسمه من أجل إنتاج طاقة لمقاومة مثل هذا الخطر الخارجي.